واسمحوا لي اولا بدايه باسمكم باسم متابعي برنامج ساعه المونديال ان نقدم اسمى عبارات التعزيه والمواساه لعائله فقيد الكره الوطنيه، فقيد نادي نهضه بركان، فقيد الحي البرنوسي، ايضا الحسن أخميس الذي وافته المنيه عبر بعد حادثه سير اليمه وهو متجه للحسيمه لتوقيع عقد جديد، عقد انضمام لشباب الريف، فانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى لصديقه الذي كان معه في ذات الرحله الشفاء العاجل، عزينا لأسرته ولذويه ولنهضة بركان ولزملائه في الفريق ولأيضا مدرب الفريق. وكلمة في حق لاعب سبق أن عملت معه وأنت تدرب هناك في بركان. بالفعل يعني جاورت عن قرب الفقيد سي الحسن أخميس، بالمناسبة تقدموا التعازي الأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة، الأسرة الكروية. سألنا الله إن شاء الله ثبت عند السؤال. يعني نعم الرجل، نعم الأخلاق، إنسان يعني متزن، روح مريحة، منضبط كتير. إيوا هادشي اللي كاين المكاتب. وكلاعب كذلك كان وسط ميدان من مستوى رفيع، وهادي من كل أجل كتاب. إن الله وإنا إليه راجعون.